ثلاث أبراج بتتأثر لفراق الصديق أكتر من فراق الحبيب. البرج الأولاني هو برج الحوت. برج الحوت معروف عنه أنه برج رومانسي وبرج عاطفي. البرج دوت بيحب أصدقائه جدا وبيقضي معاهم معظم الوقت، عشان كده بيتأثر وبيحس بالاكتئاب والعزلة لما بتبعد عنه أصدقائه أو لما بيحس بفراق الصديق. البرج التاني برج الأسد اللي بيقدس الصداقة وعنده ولاء جدا لأصحابه وممكن يقف جنبهم ويساعدهم. البرج دوت برضو بيتأثر لما بيكون في فراق لأحد أصدقائه. البرج الثالث هو برج العذراء، ولأن برج العذراء يعتبر من اهتماماته الصديق قبل الحبيب وبيقضي معظم الوقت معاهم، فبرضو بيتأثر جدا لفراق صديقه. طبعا ده بجانب، لكن هو بيقدر يخرج من اللي هو فيه مع مرور الوقت. هم دول الثلاث أبراج اللي بتتأثر بفراق الصديق أكتر من الحبيب: الأسد والحوت والعذراء. يا ترى أنت برجك منهم ولا لأ؟